هذا سائل يقول: جئنا لأداء فريضة العمرة وأدينا مناسكها كاملة ولم يتيسر لنا زيارة المسجد النبوي، هل تصح العمرة أم لا؟ أفيدونا، ما حكم من لم يفعل ذلك؟ لا حرج، زيارة المسجد النبوي مستقلة، سنة مستقلة، تعملها متى شئت، سواء بعد العمرة أو بعد الحج أو في غير ذلك من الأوقات، لا علاقة لها بالعمرة. نعم.